لو ناديت له هيجي ولا لا؟ لسه مش هو دلوقتي يعني بتقول له تعالى ولا كم ولا ايه؟ رامبو رامبو. طب ممكن نتجرب رامبو، تعالى يا رامبو. مش قادره اصدق، مش قادره اصدق يا رامبو، مش قادره اصدق الجمال. ايه يا رامبو الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ طب وتدرب امتى؟ يعني عشان يبقى هو كلب، الكلب البلدي ذكي مش طبعا طبعا. ده انت جميل جمال يا راجل. فطلعت لهم، عملتوا الاجراءات اللي هي الاساسيه وبعدين ابتديتوا تدربوهم بالظبط. انت عايز تتجوز؟ يعني رامبو. طيب معلش، في حته حضرتك قلتها، قلت لي ان هما ان هو كان كلب شارع خايف اكتر. طبعا كان يعني واضح انه كان بيتعرض لاذى كبير طبعا. فهي دي كانت الصعوبه في ان احنا يعني هو كل التدريب سهل، يعني اي كلب النهارده يتدرب على المشاهد المطلوبه ده بالنسبه لنا سهل، ولكن هو كانت الصعوبه ان هو يكتسب ثقه الناس. وصراحه يعني انا بحيي الاستاذ خالد جدا، الاستاذ عصام، الاستاذ احمد، كل الكرو اللي اتعامل معاه. اكيد 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 اكيد. كل فريق العمل صراحة بلا استثناء، حتى الانتاج وكله فعلا فعلا احنا كنا أكيد. بنتعامل مع ناس هي فاهمة جدا للكائن ده وبتقدره جدا. لا، واكبر دليل ان هما من اول لحظة، يعني السيد رامبو كان له دوبلير بالزبط. يعني السيد نجم بجد، يعني كانوا عايزين كلب شبهه بالظبط عشان ما تبقاش ساعات التصوير طويله ومرهقه عليه، فيقدر الدوبلير يدخل مزبوط. في بعض المشاهد مظبوط. ده كان تحدي اصلا، يمكن من اكبر التحديات اللي كانت في الفيلم، انه رامبو يبقى موجود، رامبو يبقى متدرب تدريب كويس جدا. كان ليه بلان لوحده اصلا في تنفيذ الفيلم، هيبقى موجود من قبلها بقد ايه، هيتدرب مع عصام لمده قد ايه. Thank you.